بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة نتكلم عن اللايف بسرعة جدا عشان يهمنا بس نعرف ايه الفكرة. زي ما اتفقنا اللايف كانت ديبريكيتد من اول اصدار 1.7 واتشالت من النسخة ال 1.9 اللي هي ال 1.9. اللايف ميزتها عن البايند ان هي بتكريت لك ايفنت، يعني بتعمل لك ايفنت للعنصر وايفنت للعنصر اللي اتكريت جديد. يعني لو عملت عنصر انت بالجي كويري بينزل العنصر ما تقدرش تحط عليه ايفنت، يعني نفس الايفنت العاديه مش هتطبق عليه. اللايف هتخليك تطبق الموضوع ده. طبعا اللايف والديليجيت والاون بيعملوا الموضوع ده. اللايف يا جماعه خلاص اتشالت مش هتشتغل. يعني انا دلوقتي عندي الاصدار جي كويري 1.11 اللي هو اخر، يعني او الاصدار في الاواخر في النسخه الاولى، فطبعا اللايف مش موجوده. فهاجي هنا خلينا نشوف ده الديف بتاعنا النورمال. قلت له دوت لايف كليك فانكشن، اول ما اعمل كليك اللي هي الايفنت الكليك اخفي لي العنصر ده اللي هو اسمه نورمال. طيب تعال نشوف النورمال اهو، اول ما ادوس عليه يختفي. طيب هو الكلام ده مش هيحصل لسبب، لان انا مستخدم اخر اصدار من الجي كويري. تعال نشوف الكونسول بيقول لي. الكونسول بيقول لي undefined is not a function في السطر التاسع، طبعا بيتكلم عن اللايف في السطر التاسع. اهي هو مش فاهم ايه اللايف دي لانها اتشالت. طب تعالوا نحط اصدار جي كويري قديم وليكن الجي كويري 1.7 اللي هو ده بدل الاصدار الاخير. ادي ال 1.7 وبعدين نعمل ريلود عشان نشوف، وادوس على الديف اختفى. فعلا اللايف خلت الديف يختفي، يعني معنى كده ان اللايف موجوده في النسخه دي لكن 1.11 مش موجوده. طيب تعالوا نفهم بقى الفكره. انا عندي هنا بوتون، عشان نفس الفكره دي هنشرحها في الديليجيت برضو عشان الناس تكون فاهمه. انا عندي بوتون هنا، البوتون ده انا عايزه اول ما ادوس عليه، ما زلت يا جماعه بكتب الكليك عشان ما احسسش الناس ان هي دخلت عالم جديد خالص، يعني عشان واحده واحده يبداوا يستخدموا اللي هي الحاجات اللي هي الاون لسه ما دخلتش فيها. يعني اقصد استخدموا البايند اللايف الديليجيت الاون، يعني يبداوا يفهموا الفكره دي. فلسه بكتب كليك لحد دلوقتي. طيب اوكي، عملت انا بوتون دوت كليك فانكشن، هعمل ايه؟ انا هجيب هنا واكتب عليه this is created paragraph. ده paragraph created، اقول له insert after this. يعني ايه الكلام اللي انا عملته هنا ده؟ خلينا نشوف سيمي كولون، روح على الزرار دوست عليه. اوكي لحظة واحدة، نعمل سلاش بي هنا، insert after this button click. تمام دوست عليه عمل لي ديف بعديه. اوكي هنطلع دي شوية ونشوف هنا ايه اللي حصل. ده باراجراف انا كريته بالزرار، ادوس على الزرار يكريت لي باراجراف. طيب اوكي خلينا نعمل اصلا باراجراف في الاول، يعني بس هكتب عليه المرة دي this is first paragraph. الباراجراف ده يا جماعة الاساسي، يعني ده الباراجراف موجود اصلا في الصفحة، والباراجرافس التانية دي انا اللي بضيفها، مكتوب عليها this is created paragraph، يعني بدوس عليه اضيفه. وهاجي تحت هنا هعمل حاجة بسيطة جدا، هقول له be الباراجراف بتاعنا dot click function الباراجراف بتاعنا لما اعمل له كليك يحصل له ايه؟ this dot height. بالشكل ده ريلود، ادوس على الباراجراف يختفي. هعمل باراجراف جديد ادوس عليه ما يختفيش. شايفين بدوس عليه ليه ما اختفاش؟ ليه اللي فوق اختفى واللي تحت ما اختفاش؟
زي ما انتم شايفين ادوس عليه مفيش، مش عايز يختفي مع انه باراجراف، علشان الباراجراف ده يا جماعه الجي كويري اللي كريتته، مش هو اصلا ما كانش موجود في الصفحه اصلا. علشان اعمل ايفنت على حاجه لسه هتتكون اعملها باللايف والديليجيت والاون. اللايف خلاص شرحنا فكرتها ومش هنشتغل بيها، هنشوف بعديها الديليجيت فكرتها زيها برضو مش هنشتغل بيها، والاون بتعمل نفس الموضوع ده بقى. الاون هتكون هو المطاف الاخير بتاعنا. طيب اوكي، بس انا يهمني تفهموا الفكره، مع تغيير الايفنت دي هنغيرها، هنغير اللايف وهنغير الديليجيت وهنغير البايند، بس افهم الفكره، افهم هما بيعملوا ايه، لان انت هتستخدم بدلهم حاجه بتعمل زيهم بالظبط. طيب اوكي، انا عايز اقول له لما كريت حاجه في المستقبل بالجي كويري طبق لي عليها الايفنت برضه زيها زي اللي موجوده. طيب تمام. طيب ايه رايكم بدل ما اقول له بوتون كليك فانكشن اعمل لي باراجراف، اقول له لا لايف، هقول له بوتون لايف وبعدين اللي هي الايفنت كليك وفانكشن اعمل لي الباراجراف، نفس اللي حصل، بدل كليك بدل دوت كليك لا لايف وبعدين اللي هو الايفنت كوما وبعدين الفانكشن. طب تعال نشوف ده بيختفي عادي، ما عندناش مشكله فيه. كريت باراجراف كريت، ادوس عليهم برضو لسه ما فيش حاجه، ما بيختفيش. طيب نعمل ايه بقى، نيجي هنا نقول له لايف كليك ريلود، ادوس هنا اختفى، ادوس هنا اختفى زي ما انتم شايفين، ده بيختفي والجديد بيختفي، كله بيختفي، علشان اللايف زي ما اتفقنا بتعمل الحاجه اللي انت هتكريتها بعدين بينطبق عليها نفس الحاجه الموجوده في الايفنت كلها، نفس اللي انت حتى لو انت اللي مكريتها بنفسك. طيب يجي حد يقول لي الكلام ده معناه ايه، تعالوا نشوف معناه ايه. هعمل انا في الصفحه بتاعتي حاجه بنشوفها كتير في المواقع بتاعه الابلود، هقول له انبوت تايب بيساوي فايل، بس مسافه سبان، بس جوه السبان دي هكتب علامه زائد وهدوس اشوف الشكل ده، الشكل بتاعنا اوكي. خلونا نعمله مثلا جوه ديف مثلا، الشكل ده عشان نضمن ان هما يكونوا على نفس المستوى. عملت له ان لاين ستايل بس بسرعه مفيش مشكله. تمام اوكي، هو احنا المفروض نعمل له ستايل من سي اس اس، بس انا عايز اقول لكم اولا الفكره. طيب الفكره هنا ايه، الديف ده خلونا نديله كلاس معلش علشان نضمن ان احنا هنشتغل عليه، نديله كلاس مثلا نسميه انبوت فايل، ده الكلاس بتاعه في CSS، هقول له مارجن 20 bx اوتو، مارجن عادي جدا ما فيهوش اي حاجه طبعا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طيب دي السبان بتاعتنا، خلونا نيجي هنا بقى ونشوف هنعمل ايه. هاجي انا اقول له الانبوت فايل ده سبان دوت كليك فانكشن، عملت انا كليك على السبان هيحصل ايه، انا عايز يحصل ايه اصلا، انا عايز السبان دي لما ادوس عليها يعمل لي واحد زي الديف ده كله تحتيها، او واحد زي كل اللي انت اللي هو اللي انت شايفه ده تحتيه هنا. طيب تعالوا نشوف، انا قلت له دوست على السبان اعمل لي ايه بقى، هحط انا input type بيساوي file، وبعد الفايل ده span slash span واكتب فيها علامة زائد اللي احنا اتفقنا عليها، وبعدين اقول له dot insert after، احطها بعد مين، بعد this، بعد السبان دي بالشكل ده. تعال نشوف ان شاء الله ما يكونش فيه حاجة غلط، هدوس على السبان عمل لي واحدة تاني جنبها اهي، تمام. طيب حلو اوي، ادوس عليها تاني يعمل لي واحدة، بس لو دوست على دي واحدة من دول ليه ما عمليش واحدة، يعني ليه دي ما عملتليش واحده تحتها زي ما اتفقنا، لان اصلا انا مش عاملها باللايف ولا بالديليجيت والحاجات دي. فالحاجه الجديده اللي هتتعمل خلونا نحط بعديها بي ار مثلا، بس من باب التجربه ادوس
ممكن ان احنا نعمل اهو بيحط بعد الجديدة، هنشوف تاني معلش كده كده، واحد واحد واحد، شايفين؟ تمام، هو بيحط بعد الجديدة، لأن عايزين أول واحدة بس نحط لها، بعدها بي ار مثلا، نبدأ نشوف واحد اتنين، أول واحدة قدامها بي ار، وبعدين هنا برضو المفروض أول واحدة، مفيش مشكلة عشان منطلعش بره الفكرة الأساسية. اللي انتوا شايفينه ده أنا بدوس على نفس أول واحدة، فأول واحدة بتعمل لي اللي بعدها مظبوط، بس الجداد دول أنا مش عايز أدوس على أول واحدة، أنا عايز أدوس على الجديدة. طيب نفس اللي أنا عامله ده، بس بدل كليك هقوله لايف. تمام، لايف، وهنا الفانكشن اللي اسمها كليك هي دي. طيب ريلود مثلا، هدوس على الجديد، بيعمل لي واحدة، شايفين؟ أهو الجديد كمان بيكريت لي واحدة، مش بس الاولاني. الفرق بين اللايف وبين ان انا عملتها لوحدها، يعني معنى كده دوس هنا عمل لي ايفنت، عمل لي ايفنت الجديد كمان ينطبق عليه الموضوع ده، مش بس اللي انا مكريته في الصفحة. هدوس عليه عمل لي واحدة تانية، هدوس عليه عمل لي واحدة تانية، وهكذا زي ما انتم شايفين. هدوس على السبان يعمل لي اللي هو الجديد. طبعا عرفنا ليه انا بستخدم اللايف، يعني ليه، ايه ميزة اللايف؟ ان انا يخليني كل الحاجات المستقبلية ينطبق عليها كمان الايفنت ده. يا جماعة الفرق بينها وبين البايند، وعرفنا ايه ده نستخدم دي ليه ودي، وهندخل ان شاء الله في الدرس الجاي على الديليجيت، عشان هي زي اللايف بالظبط، وزي ما اتفقنا كل ده هنلغيه وهنشتغل على الاون. وفي الاخر خالص ان شاء الله في درس الاون هوريكم الحاجة بتعمل باللايف ازاي وبالاون ازاي، وفي الاخر نستقر على الاون، لان هي نفس اللي احنا شرحناه ده بالظبط هو هنشرحه في الاون، فعشان يكون الناس فهمته 100%. وتعمدت ان انا اشرح الحاجات دي لسببين. اول سبب ان انت ممكن تشوفها قدامك وما تفهمش ايه دي، ممكن تشوف سكريبتات بلجنز قديمه جدا، يعني تشتغل على الجي كويري 1.3 1.4، لسه في سلايدرات وحاجات بتشتغل على الاصدارات دي، ممكن تشوفها ما تفهمهاش. يهمني بس ان انت تفهمها، ويهمني تفهمها هي تبع ايه وايه الجديد بتاعها ومين اللي بيستخدمه الناس بدلها وهي اصلا بتعمل ايه وهكذا. يا رب الدرس يكون بسيط وعجبكم، وان شاء الله زي ما قلت لكم هنشتغل على الاون تاني، وبعدها تاني وتالت ورابع وعاشر لحد ما الناس تتاكد. واشوفكم في الدرس الجاي باذن الله، اللي هو درس الديليجيت، لانه قريب جدا من اللايف، يعتبر نسخه منه، وهيا بينا الى الدرس ان شاء الله. شكرا.